علاقة مهنية أكثر منها أي شيء آخر. أخي حسين يجب أن أوضح في هذا الباب، لأني أنا ليست لدي الصداقة في العمل، الصداقة في الثقة، تكون الثقة بينك وبين من تحاوره. أنا أثق فيك، أتي أتكلم معك، أنت أخويا سامر باضي وتزاير ماك حتى مشكل. صح اليوم الناس تأول وتقول أن جمال بالماضي يدافع عنه كأنك محامي ولا أدري، أمور هاته خارج عن نطاق العمل وكرة القدم. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.